غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو ألو، مساء الخير بنسوار. أهلا وسهلا بك سعادة الأب الفاضل إلياس. سعادة الأب الفاضل إلياس، مساء الخير يا فندم، ربي يباركك ويبارك تعب محبتك. أهلا أهلا، مع سعادتك معك الأستاذ وسام من أمريكا. إيه شو تريد؟ شو بريد؟ أنا حضرتك يعني علم من أعلام الكنيسة الروم أرثوذكس في لبنان، والكتاب له كونوا دائما مستعدين لأن تردوا على من يطلب منكم دليل على ما أنتم عليه من الرجاء. فكان عندي سؤال بسيط لحضرتك يا فندم. لايك هلا انا مشغول حبيبي، مشغول اوكي، بعتذر منك وانا بشكرك وسلم بيتك. انا مش اتصلت بحضرتك اول امس وقلت لي يوم الاثنين يا سعاده الاب الياس؟ خلي بالكم صوته اتغير بعد ما قلت له وسام من امريكا، اتصل بيه مره ثانيه حضراتكم، طريقته اتغيرت. عاوز ايه؟ بدك ايه؟ تسجيل تسمعه مرة تانية وتشوف الاختلاف. الأول بيرحب بيه، لما عرف اسم الشخص اتغير. أليس هذا نفس الصوت يا محسن؟ هنا محسن واحد غيره، ده اسمه الياس برضه، هنشوف. أيوه هو اللي قال لي يوم الاثنين، ما أنا بقول لك هو أنا بقول لك. شفت حضراتكم؟ ده قال لي أنا عندي رعية الوقت وكلمني يوم الاثنين. هو يوم السبت عمل نفس الموضوع، قال لي كلمني يوم الاثنين عندي رعية. قفل تاني. كان معانا الهواء مباشرة الآن الآب إلياس المر من كنيسة رئيس الملائكة مايكل لبنان روم أرثوذكس، مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك. الحمد لله الله أكبر تكبير كل تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدره جل قدره. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.